ماذا يحدث لو ألغت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية ورفض القاهرة لهذا القرار، يبقى الحديث عن اتفاقية كامب ديفيد وتعليقها من قبل مصر متواصلاً. فوفق الاتفاقية يحق لمصر أن تعلق التزاماتها لفترة مؤقتة إذا قامت إسرائيل بخرق جسيم فيها. في عام 1978 وقعت اتفاقية السلام بين كل من مصر وإسرائيل، بموجبها وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء مع بقائها منزوعة السلاح. قامت مصر وإسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية. إذن على ما تنص معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بخصوص رفح؟ تقع رفح الفلسطينية على الحدود المصرية مع قطاع غزة. سابقا كانت منطقة واحدة قبل أن تقسم إلى منطقتين، إحداها في مصر والأخرى ضمن قطاع غزة. تضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1,400,000 نسمة في ظل فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة. قبل أيام أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء هجوم إسرائيلي على رفح، لكن إلى أين يذهبون؟ نتنياهو قال إن بإمكانهم العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال، رغم علمه بأن هذه المناطق تعرضت لأضرار بالغة، حين نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية خلال الأيام الماضية عن مسؤولين مصريين ودبلوماسي غربي أن القاهرة ستعلق العمل بالمعاهدة في حال اجتاحت إسرائيل عسكريا مدينة رفح الفلسطينية، وبتبعية عبور الفلسطينيين الحدود نحو سيناء. فما الذي ستخسره كل من مصر وإسرائيل حال علقت اتفاقية السلام؟ عسكريا تحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود، لكنها تجعل إسرائيل تتعامل مع حدودها الجنوبية كواحة للهدوء في ظل تركيز جيشها على الحدود الشمالية مع لبنان وداخل الضفة الغربية. هذا الأمر سيؤثر سلبا على الحدود المصرية أيضا، إضافة إلى البعد الاقتصادي، حيث تلقت مصر مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية أمريكية من الولايات المتحدة. لكن المخاوف الكبرى من أن تجر مصر إلى أعمال عدائية تدخلها إلى حرب خامسة بعد سلام دام لأكثر من 40 عاماً.